نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من الدمام معي دكتور مروان جبر المستشاري الأمراض المعدية بجامعة الدمام. مساء الخير، أهلا بك معنا. هذا الذي تحدثنا عنه، تطوير القدرات بالنقطة هذه تحديدا، بعض البكتيريا، أنواع البكتيريا التي باتت تطور قدراتها بحيث لا تستجيب للمضادات، لا تؤثر فيها حتى المضادات، كيف تتابعها؟ كيف يمكن التعامل معها؟ إلى أي درجة فعلا نحن نتحدث عن خطر حقيقي كبير اليوم؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة. الواقع أهلا وسهلا. موضوع المقاومة للمضادات الحيوية ليس موضوعا حديثا، الموضوع تقريبا بدأ مع الألفية الثالثة وتطور، وطورت أنواع مختلفة من الجراثيم آليات للمقاومة بحيث أصبحت مقاومة لمعظم المضادات الحيوية المعروفة لدينا. هذا الأمر دفع كما تفضلت منظمة الصحة العالمية إلى دق ناقوس الخطر بسبب انتشار هذه الجراثيم، وطبعا في الأماكن التي يساء فيها استخدام الصادات إمكانية انتشار هذه الجراثيم سيكون أكثر وأكثر. طيب، ب 2015 كانت منظمة الصحة العالمية قد تحدثت عن هذا الموضوع وحذرت من أنه مقاومة المضادات باتت تشكل الخطر الصحي الأكبر في العالم. عادة بالقطاع الصحي بعد هكذا تحذيرات، يعني نتحدث عن 3 سنوات تقريبا، ماذا يحدث؟ طبعا في مجموعة من الإجراءات تتخذ في مجموعات مكافحة العدوى أو وحدات مكافحة العدوى في المستشفيات، موضوع تشكيل لجان لإدارة إعطاء الصادات بالطريق الصحيح وعدم إساءة استخدامها تحديدا في المستشفيات ترفع الخطر، لكن المشكلة محاولة لإزالة الخطر، لكن المشكلة ليست هنا فقط، المشكلة أيضا يساء استخدام المضادات الحيوية في إعطائها للحيوانات بشكل عام، أقصد الحيوانات الأهلية لتربية القطعان أيضا. إساءة الاستخدام أيضا من قبل المرضى أنفسهم، عندما يذهب المريض إلى الصيدلية ويأخذ أي أنتيبيوتيك بدون استشارة الطبيب أيضا يساهم في يعني زيادة هذه الجراثيم وزيادة مقاومتها للمزيد من المضادات الحيوية. يعني الإجراءات هنا منوطة بالجميع، مش بس ب ليس بالطاقم الطبي، وإن كان الطاقم الطبي يعني عليه العاتق الأكبر أو المسؤولية الكبرى في هذا الأمر، لكن هي مسؤولية كل فرد منا في استخدام الصادات، خاصة يعني عدم استخدامها بشكل روتيني عند التعرض لأي قريب أو نزلة خفيفة. أنا أشكرك جزيلا من الدمام دكتور مروان جبر الاستشاري في الأمراض المعدية بجامعة الدمام.